الأول كنت أشتغل بالمشغل في الخياطة، كان في بالكامبا مشغل خياطة، لأنه زوجي كان معاق ما كان عم يقدر يشتغل الشغل كتير، كنا عم عينه. بعدين شوي شوي تحسن وضعنا، بعدين إجا ابني، معاق، هو كمان معاق، عنده هو متلازمة داوني وفي عنده مشكلة بالقلب. وبعد ما منظمة بنتنا هالبيت، فعملت غرفة صغيرة وعملتها مشغل الخياطة تبعي، عم اشتغل فيه وعم عين زوجي وبيتي، وهلأ عم اشتغل معه لأن زوجي ما عم يقدر يشتغل كويس، وعم اشتغل عم خيط بس، وعم خيط للكامبا بس خياطة، ما عندي مثلا محل افتحه مشان في مثلا الدكاكين هيك، ما عندي هالقدرة اشتغل اشتري دكانة وافتحها، عم اشتغل بالبيت. لما اجينا على الكامبا كان ظروف صعبة شوية هون، وزوجي ما كان عم يقدر يشتغل، قلت احسن شيء انا اشتغل، ما احسن ما اعتاز لحدا مشان ما اترجع حدا وقول له فلان وفلان بدي وما بدي، قلت اشتغل احسن كل شيء، عم الشغل احسن من اني مد ايدي للعالم، قلت اشتغل على صحتي مشان اولادي وزوجي وبيتي، اشتغل احسن الشغل، بعرف اشتغل ليش ما اشتغل.